طيب مش بس الشناوي اللي من الاهلي اللي مرشح من ضمن هذه الجوائز القائمه يعني. عندنا كمان مين؟ مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، اللي الناس دايما، بعض الناس مش عايز اقول الكل يعني، من هم محللين ومن هم يعني بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يظهروا الراجل في صوره لا يستحقها، بانه مدرب ما عندوش فكره وانه مدرب فاشل وبتاع. برضو الرد جه من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ان موسيماني مش بقى، انا فاكر حضرت المؤتمر الصحفي، او مش المؤتمر الصحفي، هو كان مؤتمر من الكابتن محمود الخطيب للجمعيه العموميه والمؤتمر العام، وكان الكابتن محمود الخطيب لما جه يتكلم عن مستر بيتسو موسيماني، كان ده من 10 ايام تقريبا، قال لك احنا لما جينا نجيب بيتسو موسيماني لقينا ان هو من افضل 50 مدرب في العالم. لا، ده كان افضل من افضل 50 مدرب في العالم. دلوقتي بقى الجديد ايه؟ ان موسيماني من افضل 20 مدرب في العالم، او من افضل 23 او 24 مدرب في العالم. فده لو ده اللي يدل على ايه برضه؟ يدل على ان المدرب ده مدرب كبير، ومحاولات التقليل منه هي محاولات غير منطقيه، رغم ان حق اي حد ان هو ينتقد ويحلل، مفيش مشكله، بس في تجاوزات مبالغ فيها، ممكن يحصل بعض التجاوزات من قله من الجماهير. لكن لما الاقي تجاوزات من ناس المفروض بتفهم في الكوره وناس محللين مع كامل الاحترام ليهم، فده علامه استفهام بالنسبه لي يعني. فموسيماني مدرب كبير، طبعا مدرب كبير، مدرب مرشح انه يبقى افضل، مش هقول انه هيبقى افضل مدرب في العالم، بس من افضل 20 مدرب في العالم. يستحق كده؟ يستحق. ارقامه وبطولاته هي اللي تقول. الراجل جايب مع الاهلي 2 افريقيا، 1 سوبر افريقي، 1 كاس مصر، في بطولات كمان جايه في السكه، في تطورات وتطور واضح جدا في اداء النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي، ولسه هنتكلم على الجزئيه دي. تعالى بقى نشوف الاسماء اللي موجود معاها موسيماني، ابرز الاسماء عشان مش هقول لحضراتكم الاسماء كلها يعني. عندك مين؟ بيب جوارديولا طبعا، من اعظم المدربين، مانشستر سيتي، ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، اوناي امري مدرب فيا ريال، عندك كمان سولجر، رغم ان انا بختلف في الجزئيه دي شويه، لكن هو مدرب مانشستر يونايتد برضه من المرشحين يعني. عندك هانز فليك مدرب بايرن السابق اللي فاز على النادي الاهلي في كاس العالم بنتيجه 2-0 في مواجهه موسيماني، ومدرب المانيا الحالي منتخب المانيا. عندك ناجلزمان طبعا مدرب لايبزيج السابق وبايرن الحالي، عندك دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد، انطونيو كونتي مدرب الانتر السابق. دول ابرز الاسماء يعني، اسماء كلها كبيره. فلما موسيماني مدرب النادي الاهلي يتحط في المكانه دي برضه، فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه للمدرب ده، وبالنسبه لجنوب افريقيا كدوله، وبالنسبه لنا احنا كنادي اهلي يعني. وان يبقى الدوري المصري فيه واحد من افضل المدربين في العالم، فدي حاجه جيده جدا. فيستحق موسيماني، وان شاء الله احنا مستنيين منه الكتير جدا جدا. وانا في الحقيقه من الناس المقتنعه جدا والواثقه جدا جدا في مستر بيتسو موسيماني، لان مش سهل قوي ان احنا نقول على مدرب انه فاشل وهو جايب انجازات كتير جدا، سواء مع النادي الاهلي او مع فريق صن داونز. لكن انت كالعاده وطبيعي، وهي دي الحياه، انت في مجال عملك، انت اللي بتتفرج عليا دلوقتي، بتوصل للقمه وبتفضل تطلع كده، تطلع توصل للقمه، وبعد ما بتوصل للقمه بيجي بيحصل لك دروب في شغلتك، في اي حاجه، في مجال عملك، اي حاجه انت بتشتغلها، وبعد كده بتحاول تطلع تاني. هي الحياه كده. الاهلي كان مع موسيماني طالع ماشي، ابتدى يبقى فيه دروب، بس الاهلي في طريقه للصعود دلوقتي مع موسيماني برضه. فلازم كل حاجه برضه يا جماعه تبقى بالمنطقيه، وبالتاريخ كمان هو اللي يحكم ويقول يعني. برضه في مدرب عربي، دي حاجه مميزه بالنسبه لنا كعرب يعني، معين الشعباني مدرب النادي المصري الحالي ومدرب الترجي السابق في هذه القائمه. ده فيما يتعلق بهذه الجوائز. كمان صلاح نجمنا المصري مرشح ان هو ياخد افضل لاعب في العالم برضه من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. وصلاح مش محتاج مننا كلام يعني، مش احنا اللي هنقيم صلاح او اي حد، لانه هو فعلا الفتره الحاليه هو افضل لعيب في العالم. ده فيما يتعلق بهذه الجوائز وهذه الانجازات المميزه بالنسبه لنا كمصريين.